أنتم من تنقلون صوت معاناة وصورة معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأكبر مذبحة في التاريخ. حولوا غزة إلى مقبرة للأطفال، ولكنهم لا يدرسوا التاريخ، لأن غزة كانت مقبرة لكل الغزاة. كل الغزاة الذين مروا على فلسطين انتهوا، وبقيت فلسطين، وبقيت غزة، وبقي القدس بمقدساته. نحن حاولنا أن نجتهد ونضع صور الإعلاميين والصحافيين الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال هذا الشهر. سيكون هذا الشهر هو الأسوأ في تاريخ الصحافة، هو الأسوأ في تاريخ الضمير الإنساني، لما استشهد به أكثر من 50 صحفياً وإعلامياً فلسطينياً دفنوا وقتلوا مع عائلاتهم، مع عائلاتهم بالعشرات. قتلوا الإعلام والصحافة في جنوب لبنان، وقتلوهم في غزة، كما قتلوا صوت شيرين أبو عقلة في الضفة الغربية في السابق. لا يريد لصورة المجازر البشعة والتطهير العرقي الذي يمارس على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لا يريد له أن يخرج. قتلوا الإعلام والصحافة، قتلوا الممرضين والأطباء، قتلوا جل الشعب الفلسطيني. حولوه من سجن، من أكبر سجن في التاريخ، إلى أكبر مقبرة للإنسانية. الشعب الفلسطيني في غزة ممنوع عليه كل ما يؤدي إلى حياة الإنسان، من ماء وغذاء ودواء، وحتى الخبر والإعلام ممنوع أن يرجع. نحن نشكركم على وقفتكم هذه معنا أمام السفارة، ونأمل أن يصل صوتكم إلى الجميع خارج المغرب. نحن نعلم أن المغرب يقف مع فلسطين. نحن نريد أن لهذا الصوت أن يصل
إلى الدول الغربية التي ساندت الإعلام الاحتلال والتي دعمت الجريمة والتي قالت أن من حقهم الدفاع عن نفسهم، وأعطت هذا الاحتلال الضوء الأخضر ليمارس كل هذا العدوان، كل هذا الحق على الشعب الفلسطيني. يريدونها وقالوا أنها حرب وجود أو لا وجود، حرب أن نكون أو لا نكون، حرب محصلتها صفرية. لا يريد أن يروا فلسطينيا واحدا يعيش على أرض فلسطين. ونحن نقول لهم إن الشعب الفلسطيني الذي صمد في الماضي سيصمد أمام هذه الهجمة، هذه الهجمة المجرمة المدعومة من دول الغرب، سيصمد وسينتصر، وستكون لشعبنا الفلسطيني بدعم الأحرار من العالم، بدعم نقابتكم، بدعم الضمير العالمي، سيكون لنا الدولة وعاصمتها القدس الشرقية. شكرا لوقفتكم، وإن شاء الله نلتقي ونصلي في القدس، في كنائس القدس وفي مساجد القدس. وإلى اللقاء هناك. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.